السلام عليكم مشاهدي المباراة. المباراة تقريبا نوعا ما يعني على البث المباشر من دكة البدلاء. المدرب غاضب، المدرب غاضب جدا على اللاعبين اللي هملوا احتمال تحمل مسؤولية العلم الوطني. شوف الدرس اللي يعطيه المدرب، يعطي الأول ويعطي ويعطي. المدرب غاضب، شوف التعليمات من القلب، شوفوا الغيرة على العلم الوطني، شوفوا كي حاير المدرب ويعطي الآخر. هذه روعة، هذه المدرب. وهو يزيد الرابع ويزيد الخامس. المدرب هذه تعليمات كما قلت من القلب، المدرب غير على العلم الوطني. ويبدأ هجمة المدرب، والله يا السيد المدرب انت نجم المباراة، اعطيه وعلمه دروس على العلم الوطني، اعطيه وضيف له وهجم المدرب. المدرب خطط جهنمية، والهجوم الان حتى يكون الفريق مستعد للجولة الثانية. شوفوا شي يصرف دكة البدلاء، غريب والله.